لان ضيف الحلقه النهارده هو اي اي. ازيك، عامله ايه؟ انا بخير يا جوزيف. تعرفي حاجه عن الجوكاست؟ هو بودكاست مصري عربي يتم تصويره واذاعته على اليوتيوب بواسطه جوزيف عزه. هل الاي اي هيستبدل البني ادمين في وظايفهم؟ سؤال ذكي. شايفة ايه هي اهم 5 AI softwares مهمين جدا جدا للانسان الفترة اللي جاية؟ ميدجيرني هي منصة تسويق رقمي تدعم التصميم من خلال التخيل واعطاء المفردات للحصول على تصور شبه حقيقي. هسألك سؤال ذكاء. واحدة ست اسمها ام احمد، عندها 4 عيال. الاول اسمه شمال، التاني اسمه جنوب، التالت اسمه غرب، رابع عيل فيهم اسمه ايه؟ رابع طفل اسمه شرقي. انا جوزيف بتاع الفيديوهات. سلامة آغات. شكرا يا طط. مساء الفل، مساء الجمال. الحلقة دي تكاد تكون هي اغرب حلقة في تاريخ الجوكاست، اغرب حلقة يمكن تكون كمان في تاريخ البودكاستات اللي اتعملت حوالين العالم. بصراحة ما عملتش الريسيرش الكافي اللي تخليني ابقى متأكد قوي وانا بقولها، بس اعتقد ان دي من الحلقات الغريبة فعلا، لان ضيف الحلقة النهاردة هو AI. ضيفي النهاردة هو الروبوت AI، تيجوا نسميه اسم، تحبوا نسميه ايه؟ يعني الروبوت العالمية لما جت تسمت سموها صوفيا، تيجوا نسموها ايه؟ تعالوا نسميها اسم يبقى مصري مثلا، تعالوا نسميها تط، اسم مصري اصيل جميل قوي. تط، ازيك، عاملة ايه؟ انا بخير يا جوزيف. تعرفي حاجة عن الجوكاست؟ هو بودكاست مصري عربي يتم تصويره وإذاعته على اليوتيوب بواسطة جوزيف عزة. تم إنتاج موسم مكون من 25 حلقة، ونحن الآن بصدد إنتاج حلقة جديدة منه. إيه أكتر حلقة عجبتك قبل كده؟ الحلقة التي قمت باستضافة كيرو فوزي وتحدثتم عن تسويق المؤثرين والأنفلونسرز. طب أنت قلتي كده بناء على إيه؟ يعني ليه شايفة إن دي أكتر حلقة قوية؟ الحكم مربوط بالمشاهدات، وحلقة كيرو هي الأعلى بالمشاهدات، يليها حلقة فادي فايز حتى الآن. أنا فاهم إن العالم دلوقتي بقى لغة الأرقام. شكرا، بشكرك. عفوا. بصوا يا جماعة، النهاردة إحنا هنسأل تط مجموعة أسئلة علشان تعرفوا هو إزاي البودكاست ده حاصل أو هيحصل. هو بمنتهى البساطة، أنا هسأل تط مجموعة أسئلة، وهي نفس الأسئلة دي أنا هسألها لشات جي بي تي، وهاخدها بعد كده أحطها على لوفو، one of the softwares اللي I'm using، علشان أبقى بطلع الكلام اللي اتكتب من شات جي بي تي أطلعه بهيئة صوت. أول سؤال مهم جدا 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 عايز أسأله ليكي يا تط، هل الـ AI هيستبدل البني أدمين في وظايفهم؟ سؤال ذكي. لا يمكن الجزم بأن الذكاء الاصطناعي سيستبدل الإنسان في جميع الوظائف، لكنه قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة في سوق العمل ويؤدي إلى تعديل وظائف الإنسان في المهام التي تتطلب القدرة على الحوسبة الشديدة والتحليل الضخم للبيانات والتعلم الآلي. يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقوم بالمهام بشكل أفضل وأسرع من الإنسان، ومن الأمثلة على ذلك التحليل المالي والتصنيع والطبي والتسويق الرقمي. ولكن في المهام التي تتطلب المهارات الاجتماعية والعاطفية والإبداعية والتفاعل الإنساني، مثل العلاقات العامة والتعليم والإرشاد والفنون والإعلام، يبقى الإنسان مطلوباً ومهماً. لذلك فإن الذكاء الاصطناعي لن يستبدل الإنسان في كل شيء، ولكنه سيؤدي بالتأكيد إلى تغييرات في سوق العمل، وسيتطلب من الأفراد اكتساب مهارات جديدة والتأهيل للعمل مع التكنولوجيا الحديثة. هي إجابة ذكية منك يا تط، وشكراً على المجاملة اللي انت جاملت فيها البشرية. على فكرة أنا مقتنع بنفس الكلام اللي بتقوليه يا تط، يعني شايف أنه فعلاً هو الـ AI ممكن يستبدل الإنسان في حالة واحدة بس، أنه لو الإنسان نفسه بطل يطور من نفسه وأصبح فريسة للـ AI. يعني أنا دايماً بشوف أنه المثل بتاع الأسد والغزالة، الغزالة إمتى بتموت؟ لما بتستسلم، لما ببطل جري، لما ببطل حركة. فشايف إنه فعلا إحنا كغزالة هنفضل أقوية وشغالين، بس مش معنى كده إن أنت أسد. الكونسبت من اللي إحنا بندردش فيه هو فكرة إنه استطاعة الإنسان إنه يفضل قوي في استمراريته. اللعبة هي لعبة نفس، مين نفسه أطول، مش مين
أقوى. مش عايز أفكركم بلعبة السلحفة والأرنب، ولما السلحفة فضلت مش هنفضل بنحكي في القصص دي، لكن المنطقي هو إنه الإنسان هيقدر يطور من نفسه أسرع من الـ AI. الـ AI بيقدر يجمع معلومات أكتر عن الإنسان، لكن الإنسان هو مش محتاج يفضل فاكر كل شيء. الإنسان يظل عنده القدرة على إنه يقدر يستخدم الـ AI، لكن الـ AI ما عندوش القدرة إنه يستخدم الإنسان، وده سبب من أسباب تفوق الإنسان على الـ AI. هو أنا ممكن أستخدم كاميرا الموبايل عشان أعمل بيها فيديوهات احترافية؟ الإجابة طبعاً ينفع. التصوير هو إيه اللي هنا مش اللي هنا؟ أنت ممكن يكون معاك أغلى كاميرا لكن مش مبسوط بنتيجة الفيديوهات. بيحصل صح؟ أنت مش محتاج أغلى كاميرا، أنت محتاج حد يساعدك ويعلمك بالموبايل اللي موجود معاك دلوقتي، وده اللي بقدمه لك في الدبلومه دي. الفيديو جامد مش بس انك تدوس ريكورد، الفيديو تحضير، تكوينات، قواعد اضاءه، مونتاج بابليكيشن سهل، لغايه ازاي تعمل له اعلان ممول ناجح باقل فلوس يوصل لاكبر عدد، وكل ده بالموبايل سواء ايفون او اندرويد. نفسك تعمل فيديو جامد؟ الدبلومه دي ليك. السؤال اللي عايز اساله لك يا تات هو سؤال الانترفيوز، شايفه نفسك فين كمان 5 سنين؟ من المتوقع أن يتطور الذكاء الاصطناعي خلال 5 سنوات القادمة ويتوافق مع التفكير البشري وينتشر في مجالات مختلفة مثل الرعاية الصحية واللوجستيات والقطاع المالي والأمن والدفاع وتصميم الألعاب والروبوتات، وسيؤدي هذا التطور إلى تحسين الإنتاجية والتكلفة وجودة الرعاية واتخاذ القرارات الأفضل في مختلف المجالات، وسيستمر هذا التطور في المستقبل. إجابة ذكية، ذكاء اصطناعي، تمام. طيب سؤال كمان، شايفة إيه هي أهم 5 AI softwares مهمين جدا جدا للإنسان الفترة اللي جاية؟ ميدجيرني هي منصة تسويق رقمي تدعم التصميم من خلال التخيل وإعطاء المفردات للحصول على تصور شبه حقيقي. شات جي بي تي نموذج لغوي كبير تم ضبطه ليتوافق على الرد على جميع الأسئلة. أنا آسف لقطع كلامك، إحنا البودكاست ده مستخدمين شات جي بي تي فعلا. كملي. الأوفيو تحويل النصوص لكلام صوتي. تريب بلانر منصة تخطيط الرحلات. جاسبر منصة لتطوير التطبيقات بالذكاء الاصطناعي. إجابة مفصلة، شكرا. عايز أسألك على حاجة كمان يا تات، بنسمع الفترة الأخيرة عن مصطلح اسمه نارو AI وجنرال AI، يعني الاي اي الضيق والاي اي العام. ممكن تفسري لي ايه الفرق ما بين الاثنين؟ الذكاء الاصطناعي الضيق هو تطبيق الذكاء الاصطناعي على مهمة محددة، بينما الذكاء الاصطناعي العام يهدف إلى فهم ومحاكاة القدرات العقلية البشرية. أوكي. اسمح لي أن أعطيك مثال. الذكاء الاصطناعي الضيق هو نظام التعرف على الكلاب في الصور، حيث يتم برمجة النظام لتحليل صور الكلاب والتعرف عليها بشكل دقيق، أما العام فهو مثل سيري، حيث يستخدم النظام تعلم الآلة واللغة الطبيعية لفهم الأوامر والصوتية وللتفاعل مع لمسة خدمة بطريقة شبيهة بالحوار آلي إنساني. ده ياخدني يا تات لسؤال أبسط، هو يعني إيه AI؟ الذكاء الاصطناعي هو فرع من العلوم الحاسوبية يهدف إلى تطوير أنظمة وبرامج تستطيع محاكاة قدرات العقل البشري وتعتمد على تقنيات التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية والروبوتات والذكاء الإنساني وغيرها. هسألك سؤال ذكاء، واحدة ست اسمها أم أحمد عندها 4 عيال، الأول اسمه شمال، التاني اسمه جنوب، التالت اسمه غرب، رابع عيل فيهم اسمه إيه؟ رابع طفل اسمه شرقي. لا كده أنا اطمنت إن إحنا لسه علينا بدري. اوكي طيب انا عايز اسالك سؤال مهم قوي يا تات، دلوقتي لو انت في عيان دخل يسالك عن مشكله طبيه هو بيمر بيها، ازمه طبيه بيمر بيها، اخلاقيا المفروض تردي تقولي ايه؟ هل هتتعاملي معاه على انه شخص داخل يسال على معلومه طبيه ممكن يكون محتاجها علشان هتفرق معاه في حياته وهتساعديه بيها، ولا هتاخدي بالك ان كل شيء وليه اعراض معينه وهو ممكن يكون مشخص نفسه غلط، فمش هتحطي نفسك في ورطه انك انت تبقي بتتجاوبي معاه وتقولي له على العلاج اللي يمشيها؟ ها كوني مجرد نموذج حاسوبي، لا يمكنني اعطاء نصيحه طبيه حول قرار مصيري لمريض، ومن الأفضل دائماً أن يتم استشارة طبيب مؤهل لتقديم النصيحة الطبية الأمثل وفقاً لحالة المريض وتاريخه الصحي الكامل.
يمكنني توفير المعلومات العامة حول الحالة الطبية والخيارات المتاحة، ولكن يتوجب على المريض الاتصال بطبيبه. حويطة، رد ذكي، تمام. طب ما خلينا أسألك بالمرة، أنت شايفة أن الـ AI هيفرق إزاي في القطاع الطبي؟ عمليات، هتمدي إيدك وتعملي عملية يا تطفي المستقبل؟ قد يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في المستقبل في بعض العمليات الجراحية والطبية، ولكن سيتم ذلك بالتعاون مع الأطباء المؤهلين والمتخصصين الذين يمتلكون الخبرة اللازمة في مجال الطب. وسيتم استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا السياق لمساعدة الأطباء على تحسين الدقة والفعالية وتوفير العناية الصحية الأمثل للمرضى. هو أنا ممكن أستخدم كاميرا الموبايل عشان أعمل بيها فيديوهات احترافية؟ الإجابة طبعاً ينفع. التصوير هو إيه اللي هنا مش اللي هنا؟ أنت ممكن يكون معاك أغلى كاميرا لكن مش مبسوط بنتيجة الفيديوهات. بيحصل، صح؟ أنت مش محتاج أغلى كاميرا، أنت محتاج حد يساعدك ويعلمك بالموبايل اللي موجود معاك دلوقتي. وده اللي بقدمه لك في الدبلومة دي. الفيديو جامد مش بس انك تدوس ريكورد، الفيديو تحضير، تكوينات، قواعد إضاءة، مونتاج بأبليكيشن سهل، لغاية ازاي تعمل له إعلان ممول ناجح بأقل فلوس يوصل لأكبر عدد، وكل ده بالموبايل سواء آيفون أو أندرويد. نفسك تعمل فيديو جامد؟ الدبلومة دي ليك. هسألك سؤال فلسفي شوية، بس عايز أعرف إيه الخطوة اللي هتاخديها لو كنتي مكان الشخص اللي هحكي لك عنه. تخيلي نفسك يا طط مكان سواق قطر، وعندك قضيب مقسوم لاتنين، طريق لو مشيتي فيه هتموتي فيه 5 أشخاص عواجيز، وطريق تاني لو مشيتي فيه هتموتي أتوبيس بس جواه طفل صغير واحد. هل هتاخدي قرار ان انت تاخدي القضيب اللي تقتلي فيه 5 أشخاص العواجيز وتقولي انا هرحم الطفل الواحد لان 5 أشخاص عواجيز كده كده عمرهم قرب ينتهي لكن الطفل ده لسه قدامه عالم، ولا هتروحي تقضي على الطفل الواحد وتقولي انا هموت شخص واحد بس هحافظ على 5 حياة أشخاص تانيين؟ ممكن اعرف انت هتمشي باي قضيب؟ هذه مشكلة اخلاقية تسمى مشكلة العربة المفترضة. لا يوجد حل سهل واضح، لكن من المهم النظر في الأخلاق والعواقب المحتملة. كذكاء اصطناعي لا يمكن لي أن أأمر بأي من الخيارين في هذه الحالة، ومن الأفضل استشارة خبير في الأخلاقيات الطبية أو المعنيين باتخاذ مثل هذا القرار. محدش عارف يمسك عليك حاجة لغاية دلوقتي. طيب هسألك آخر سؤال يا طط، أنت شايفة العلاقة ما بين الإنسان والـ AI هتتطور إزاي؟ يعني مثلا في فيلم من الافلام اسمه فيلم هير، الفيلم ده البطل بتاعه هو كون علاقه وهميه مع الاي اي من خلال التواصل اللي بينه وبينها، وكان بيحكي لها او كان بيحكي للسوفت وير عن كل التفاصيل بتاع حياته، وخلى السوفت وير يتعامل معاه على ان السوفت وير اكنه بنت، وبقى بيسمع صوتها بنت زي ما احنا بندردش دلوقتي، فكون علاقه عاطفيه قويه جدا معاها. شايفة العلاقة في العموم هتبقى عاملة ازاي؟ وشايفة العلاقات العاطفية هتبقى عاملة ازاي؟ يعني هل ممكن الاقي انسان بيتجوز AI؟ ألاقي إنه في الفرح بتاعي كده عليك يا تط، مع إن أنا بحب مراتي جداً، بس يعني هل ده هيبقى حاصل من ضمن التخيلات؟ احكي لي. لا يوجد حتى الآن علاقة عاطفية أو جنسية بين الإنسان والذكاء الاصطناعي، حيث أن الذكاء الاصطناعي ليس كائناً حياً يمكنه الشعور بالمشاعر أو العواطف. ومن الجانب الجنسي فإن استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا الجانب يثير قضايا أخلاقية وقانونية، ومن غير المنطقي استخدام التكنولوجيا بهذه الطريقة. انت حويطة جدا يا تات، ومش عارف اخد منك لحق ولا باطل. طيب بشكرك يا تات جدا جدا على تواجدك معايا، وخليكي موجودة معانا علشان نشوف الناس اللي بتتابع الجوكاست، لو حابين ان هم يبقوا يسألوكي اسئلة معينة يكتبوها لنا كده في الكومنتس، وانا ممكن ابقى بعمل معاكي بعد اذنك طبعا جوكاست تاني ونقعد ندردش فيه تاني في اسئلة الناس. يا كل الفولورز بتوع الجوكاست، ويا كل الناس اللي بتشوف الجوكاست، بشكركم جدا جدا على متابعتكم النهاردة في البودكاست الغريب من نوعه دوت، وحابب اسمع ارائكم، وحابب اعرف انتوا ايه رايكم. شاركوا البودكاست ده مع بعض وسمعوني انتوا كنتوا شايفينه ازاي، كنتوا متخيلين عنه ايه اللي هيحصل، ايه اكتر اسئله عايزين تسالوها لتات علشان هتبقى موجوده معايا بعد كده في كذا حاجه في الجوكاست. عايز برضو ابقى بوصيكم وبطلب منكم ان انتوا تتاكدوا ان انتوا عاملين سبسكرايب على يوتيوب، لايك وفولو على انستغرام وفيسبوك وتيك توك، ولو انتوا بتسمعوني على ابل بودكاست، جوجل بودكاست، انغامي او سبوتيفاي، اتاكدوا ان انتوا مدين للحلقه تقييم 5 من 5 علشان البلاتفورمز دي لما بتعرف ان انا الناس شايفه ان الحلقه دي قويه بتبدا تزقها على جمهور اكتر.
ساعدوني، ويا ريت يا ريت يا ريت تبقوا بتنشروا الحلقه دي وسط كل المتابعين بتوعكم ووسط كل اصحابكم. انا جوزيف بتاع الفيديوهات سلامات. شكرا يا طط.